بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في يوم غزوة بدر الكبرى سألوا عن الأنفال، يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول. وكان ما كان من مشورة الرسول لأصحابه في الخروج، حيث قال أبو بكر وقال عمر وقال المهاجرون وقال الأنصار وقال الحباب وغير الموقع. ومن بين المشورات أيضا المشورة في الأسرى الذين أسروا، فكان هناك رأي لأبي بكر بأنهم منا مهما كان الأمر ونأخذ الفداء يكون قوة للمسلمين. وكان منهم رأي مخالف، وهو رأي سيدنا عمر أن تدك أعناقهم، فهم الكفر الذين أخرجوك يا رسول الله وقاتلوا وقتلوا الكثيرين من المسلمين. ولما مال إلى رأي أبي بكر نزل القرآن ما كان لنبي والذين معه لن يكون لهم أسرى حتى يثخن في الأرض. ما كان له هؤلاء الأسرى، تريدون عرض الدنيا؟ يقول الله تعالى: والله يريد الآخرة. ونزلت سورة الأنفال بالتفصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا